بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامجنا العهد الجديد يتحدى الالحاد والفكر المعاصر. بندرس حاليا موضوع موثوقية العهد الجديد تاريخيا ولغويا وجغرافيا وحضاريا. النهاردة الحلقة رقم 28. هنكمل ما بدأناه في الحلقة الجاية ونخش في الاباء قالوا ايه. احنا قلنا ان القديس يوحنا كان بيكتب كل شيء بيمر حواليه بدقة. كان بيحدد المكان، الزمان، المسافة، الحجم، طول العرض، الارتفاع. كانش بفوت حاجة. في نفس الوقت يعني كان ليه ملاحظاته على رد فعل التلاميذ على المواقف المختلفة، ودي مش ممكن حد يقولها الواحد عايشها. مثلا يقول لنا وأظهر مجده فآمن به تلاميذه، ودي ملحوظة دقيقة لسبب بسيط. يعني قبل ما يعمل معجزة قانا الجليل كانوا تلاميذه ماشيين وراه عشان بيحبوه، بيحبوا تعليمه، لكن ايمانهم القوي بيه لما عمل الايه بتاعت عرس قانا الجليل، لما حول ماء الى خمر. يقول ايه؟ واظهر ما هذه اول ايه صنع يسوع واظهر مجده فامن به تلاميذه. ما يقولهاش حد ثاني غير واحد من التلاميذ، ان فعلا امنوا بيه بالفعل لما بداوا يشوفوا معجزاته. امنوا بيه بالفعل لما بداوا يشوفوا معجزاته. كويس. لما رجع التلاميذ ولقوا الرب يسوع المسيح لما كان راح يجيبوا اكل، والرب يسوع المسيح كان جالس على بئر يعقوب منتظرهم، وجات المراه السامريه وقعد يتكلم معاها. يقول لنا ايه؟ وكانوا يتعجبون انه يتكلم مع امراه. احنا كان ممكن نتخيل ان التلاميذ نتيجة تكونوا مع المسيح مش هستعجبوا انه يتكلم مع اي حد، امرأة او رجل، لكن هنا لا، كانوا مازال فكرهم اليهودي جواهم. عشان كده يقول ايه؟ وكانوا تعجبون انه يتكلم مع امرأة. دي جملة بقولهاش الله واحد منهم. كويس. لما مشي على الماء، فلما كانوا قد جذفوا نحو 25 أو 30 غلوة. يعني كان التلاميذ جذفوا يحدد المسافة تقريبا اللي كانوا جدفوا لها. ظهر لهم الرب يسوع المسيح ماشي ايه على الماء، ماشي على الماء. كويس. ليه ملاحظاته الدقيقه؟ مثلا يقول لنا لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه، اللي هم اليهود يعني، لانه كان يعرف الجميع، ولانه لم يكن محتاجا ان يشهد احد الانسان، لانه علم ما كان في الانسان. كانوا حوالين المسيح كتير جدا، مؤمنين بيه ومرتبطين بيه ومتعلقين بيه، لكن اكيد جزء من وقت الصلب قالوا اسلوبه اسلوبه. عشان كده يقول لنا ايه؟ لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه، لانه كان يعرف الجميع، عارف مين اللي هيفضلوا معاه ومين اللي هيسيبوه. ملاحظات هنا دقيقه خاصه بالقديس يوحنا. يذكر اشخاص من التلاميذ او غيرهم في مواقف معينه. يعني مثلا في معجزه اشباع الجموع، التلاميذ الانجيلين الثلاثه الاولى تكلموا، التلاميذ يعني اتكلموا مع الرب يسوع المسيح على اساس ما النهار قد بدا يميل، ولما سالهم قالوا فيش غير هنا غير ولد عنده خمسه اصابي فتى صغير عنده خمسه ارغفه وسمكتين. لكن لاحظ القديس يوحنا زي ما قلت قبل كده ياكد انهم ارغفه شعير، بس يقول لنا مين اللي كان صاحب الكلام. ففي معجزه اشباع الجموع يذكر اسمه فيلبس اندراوس. كويس. فالرب يسوع المسيح بيقول له فيلبس ايه؟ فقال لي فيلبس من اين نبتاع خبزا لياكل هؤلاء؟ قال له وهو واحد من تلاميذه، وهو اندراوس اخو سمعان بطرس. يعني بحد الاشخاص انه كان معاهم. كويس. هنا غلامه خمسه ارغفه شعير وسمكتين. فهنا يذكر التلميذين اللي اتحاول معاهم الرب يسوع المسيح، ويحدد نوع الخبز بالشعير. دقة تؤكد تأكيد مطلق على إني كان متابع الحدث
وان هو وهو بيكتب او بيملى على من يكتب بيذكر له الاحداث بدقه من وجهه نظره، بيذكر كل شيء كما حدث. في الاناجيل الثلاثه الاخرى بيكتبوا جوهر المعجزه، بيركزوا على جوهر هو ركز على المعجزه بس مع تفاصيلها الصغيره اللي احنا كان ممكن ما نهتمش بيها. تفرق ايه بالنسبه لنا رغيفه شعير كانت من قمح ولا حتى من ذره ولا من شعير؟ مش هتفرق. لكن هو حدد مين اللي من التلاميذ اللي سالوا الرب يسوع المسيح، حدد مين اللي رد على الرب يسوع المسيح اللي هو اندراوس لما ضرب بطرس عبد رئيس الكهنه بالسيف ودنه، لان هو كان بيخش بيت رئيس الكهنه فعارف العبد ده، فقال انه اسمه ملخص، وكان اسم العبد ملخص. في دقة ايه اكثر من كده؟ وبيذكر طبعا اسماء نسنائيل ونقدموس. نسنائيل طبعا لم يذكر في الاناجيل الثلاثة الاخرى، يبدو انه لقب احد التلاميذ. ويذكر اسم نسنائيل ونقدموس ولعازر، ودول ما ذكرش في الاناجيل الاخرى، بس هو ذكرهم بحسب الارتباط. يعني اسنائيل لانه الحوار اللي دار بينه عن موضوع قبل ان دعاك فيلبس، عن الحوار اللي دار بينه وبين فيلبس عن الرب يسوع المسيح، فقال له امن الناصرة يمكن ان يخرج شيء صالح؟ راح رد على الرب يسوع المسيح قال له قبل ان رأك فيلبس وانت تحت التينة رأيتك. يعني فيلبس قبل ما يشوفك، فيلبس انت كنت جالس تحت التينة وانا شفتك. فهنا ذكر الفيلبس وان اسنائيل اللي دار بينهم الحوار، وتحديد المكان اللي شاف فيه الرب يسوع المسيح في اسنائيل اللي هو تحت التينة. طيب بعد ما شفنا ده نخش بقى البرهان الابائي على ان يوحنا الرسول هو كاتب الانجيل الرابع. مفيش واحد من اباء الكنيسه تكلم، كلهم بدون استثناء اقتبسوا بغزاره من انجيل يوحنا، بل يكاد يكون الانجيل القديس يوحنا هو الانجيل الاكبر اللي اقتبس منه التلاميذ، وعشان كده هو الانجيل الاكثر الموجوده مخطوطاته في القرن الثاني. يعني اكثر الاناجيل يعني من فصل من 125 ل 225 نلاقي 40 في مخطوطات بتضم 40% من محتوى العهد الجديد، نسبة كبيرة منها الإنجيل القديس يوحنا، إما يوحنا لوحده يا إما يوحنا مع لوقا يا إما يوحنا مع حد ثاني. لكن ده واضح إن الكنيسة كانت يعني متعطشة الإنجيل القديس يوحنا. إكليمندس أسقف روما سنة 95 ميلادية تلميذ بولس الرسول لما كتب، وهو في رسالته اللي كتبها لكورنثوس بتضم جوهر ومضمون الانجيل. فمثلا يقول لنا ايه فكيكتب في الرساله؟ فيتمجد اسم الرب الحقيقي الوحيد. كويس؟ نلاقي هذا الكلام مذكور في يوحنا 12 28 عن الله الوحيد او الابن الوحيد، و 7:3 اللي موجود مرتين، هطلعهم بسرعة من العهد الجديد. لأنه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. بعد كده يقول ايه؟ الذي يؤمن بالله ولا يؤمن انه لم يؤمن باسم الله ابن الوحيد. وطبعا الاله الحقيقي وحده.
لما يعرف الرب يسوع المسيح يقول بيخاطب الرب يقول له انت الاله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي ارسلته. كويس، ويسوع المسيح الذي ارسلته، انت الاله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي ارسلته. ويسوع المسيح الذي ارسلته. مثلا يقول واعطى يسوع، يسوع اعطى من جسده من اجل اجسادنا. نفس كلام، خذوا كله هذا هو جسدي. والخبز او كلام الرب يسوع المسيح يقول الخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياه العالم. اذا هنا نلاقي مضمونه عند جوه فكر وعقل القديس إكليماندوس اسقف روما سنة 95 ميلادية. واضح ان الانجيل كان اتكتب قبل 95 ميلادية وانتشر وقرا. اما اغناطيوس الرسول تلميذ بطرس يوحنا فيستخدم تعبيرات كثيرة من القديس يوحنا. مثلا يقول ايه في رسالته لروما، رئيس هذا العالم يريد ان يخطفني. رئيس هذا العالم، هذا التعبير لم يستخدم الا في الانجيل القديس يوحنا. لا يوجد فيه نار الحب للاشياء الماديه ولكن فقط ماء حي، اريد خبز الله الذي هو جسد يسوع المسيح. وده كلام القديس يوحنا في يوحنا 12:31 و14:30 و16:11. مثلا يقول لنا في كتاب الراعي لهرماس، وبعد كده استخدم طبعا ان المسيح هو الماء الحي وان المسيح هو خبز الحياه. في الرساله الى فيلادلفيا يقول عن المسيح باب الاب، زي ما قال الرب يسوع المسيح هو انا هو الاب الى اخره. يعني كان واضح ان الانجيل منتشر قبل سنه 95 ميلادي. كتاب الراعي لهرماس اللي اتكتب في الفتره ما بين 100-145 ميلاديه يقول لنا عن روح الانجيل في وجوهر الانجيل، لا يقدر انسان ان يدخل ملكوت الله الا من خلال اسم ابنه الذي هو محبوبه. الباب هو ابن الله، هذا هو المخلص الوحيد لا يمكن الانسان ان يدخل من خلاله، من لا يدخل اليه الا من خلال ابنه. رب يسوع المسيح يقول انا هو الاب، ليس احد ياتي الى الاب الا بي، كل من دخل هذا الباب وخرج الى اخر هذه التعبيرات. نلاقي هنا انجيل يوحنا مع كاتب كتاب الراعي الهرماس. الدياديكية اللي مكتوبة في فترة من 70-100 ميلادية، والعلماء بيرجحوا 100 ميلادية او ما بين 95-100 ميلادية، نلاقي الانجيل القديس يوحنا واضح في ذهن الكاتب. وكمان هذا الخبز كان منصورا فوق الجبال ولكنه جمع معا وصار خبزا واحدا. نفس كلام القديس يوحنا بس بشكل تفسيري، اللي يجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد. اما في الرساله الى ديوجينيسيس 120-150 بيرى كثير من الاباء ان كاتبه القديس كوادراتوس لسبب. كوادراتوس كان احد تلميذ المسيح احد الرسل السبعين في الاغلب، او على الاقل من العصر الرب تلاميذ الرب يسوع المسيح. ذكره يوسابيوس والقديس جيروم وفوتيوس من الاباء، ويقول لنا عالم الابائيات وسكوت ان لغه الرساله تدل على انها لغه فيلسوف يوناني قديم، وكانت الكنيسه كما وصفها في مرحلتها الاولى اللي وصفها كاتب الرساله الى ديوجينيسوس، يعني يوحنا كويس يستخدم هذا الكاتب اللي غالبا يا من السبعين رسول يا من تلاميذ التلاميذ. وبنسبه 99% من تلاميذ التلاميذ انا شخصيا من خلال دراسة اؤمن بهذا الرأي ان هو العلامة او القديس كوادراتوس. نلاقيه بيستخدم مضمون الانجيل القديس يوحنا في الفصل الثامن يقول ايه، وايضا الله لم يرى احد قط ولا عارف، بل هو الذي اعلن ذاته، هو اله حقيقي، هو الوحيد الصالح، وله اتحاد عظيم يفوق الادراك مع ابنه وحده. لما نيجي نمسك هنا، الله لم يرى احد قط، دي ايه في يوحنا 1:18،
هو الذي أعلن ذاته، هو إله حقيقي في يوحنا 17، أنت الإله الحقيقي وحده ويسوع المسيح الذي أرسلته، هو الوحيد الصالح. لما بيتكلم الرب يسوع المسيح ليس أحد صالح إلا وحده هو الله، لا وله، وطبعا الرب يسوع المسيح قال أنا هو الراعي الصالح، له الإدراك عظيم يفوق، له اتحاد عظيم يفوق الإدراك مع ابنه وحده. يعني بيلخص لنا في فقرتين جوهر الإنجيل القديس يوحنا. في الفصل التاسع يقول لنا إيه؟ بشخص، بأي شخص آخر كان يمكن تبريرنا نحن الأشرار وعديم التقوى إلا ببذل ابن الله الوحيد. يعني نفس نص الآية، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. وتعبير ابن الله الوحيد لم يستخدم إلا في الإنجيل القديس يوحنا. كمان بياخد من يوحنا الأولى في نفس فكر الإنجيل، ومن أجل الإنسان أرسل ابنه الوحيد يعني الله. أما أرستيدس اللي كان فيلسوف يوناني وآمن بالمسيحية وتحول للدفاع عن المسيحية، كتب سنة 123، كان معاصر للإمبراطور هادريان أو أنطونيوس بيوس هادريان اللي حكم بعد تراجان في الفترة 117 ل 138. تراجان ده اللي عصره القديس يوحنا، اللي حكم من سنة 98 ميلادية ل 117 ميلادية. فيستخدم أرستيدس يقول لنا نعترف في الروح القدس انه ابن الله العالي نزل من السماء من اجل خلاص البشر. في نص ثاني يقول وجد المسيحيين الحقيقه اكثر من امم الارض كلها ذلك، بانهم اعترفوا بالله الحق خلق كل اشياء بلاه وبسط ابنه الوحيد والروح القدس. نفس تعبيرات الانجيل القديس يوحنا. وهذا الرجل كتب، ربما يكون كتب حوالي 100 بكثير 120. يوستينوس الشهيد اللي توفى سنة 150 ميلادية، كتب أكيد قبل 150، استخدم تعبيرات كتيرة من نصوص الأناجيل طبعا كلها، لكن طبعا استخدم كتير من تعبيرات القديس يوحنا. على سبيل المثال ياخد من إنجيل القديس يوحنا حوار الرب أو حديث الرب مع بطرس، قال له أنت سمعان بو ابن يونا، أنت تضع صفا في العبرانية في العرامية في اليونانية كيفاس الذي تفسيره بطرس، بطرس باليونانية كويس، ومع بطرس باليونانية اللي هي معناها صخريان. طبعا ده في نص أو تقريبا جوهر مضمون يوحنا 1:42. اقتبس من انجيل القديس يوحنا 5 مرات بشكل مباشر كويس. فيقول ان المسيح قد قال ايضا ان لم تولدوا مره ثانيه فلن تدخلوا ملكوت السماوات. حديث الرب يسوع المسيح لم تولدوا من فوق، من لم يولد من فوق لا يعين ملكوت الله. من ضمن المرات الخمسان مثلا ياخذ نبوه زكريا اللي اقتبسها القديس يوحنا بشكل حرفي، يقول ايه ولكنه يعني يوحنا المعمدان بيتكلم عن يوحنا المعمدان صح لهم انا لست المسيح بل صوته صارخ، لان الذي هو اقوى مني سياتي الذي لست بمستحق ان احمل حذائه. فينقل هذا النص بالنص في حوار في حواره رقم في فقره رقم 88 او الفصل 88. في دفاعه الاول 63 بيقول لا يعرفون الابن ولا الاب. نفس كلام الرب يسوع المسيح لما بيقول ولا عرفوا الاب ولا عرفوني، لانهم لم يعرفوا الاب ولا الابن كويس. مثلا في دفاع 1:22 يقول ان المسيح شفى كل المقعدين والمشلولين والذين ولدوا عميان. وقصه المولود اعمى لم تذكر الا في انجيل القديس يوحنا. في دفاع 66 يقول تعلمنا ان الخبز والخمر كان جسد ودم يسوع الذي صار جسدا، وده تعبير يوحنا والكلمه صار جسدا يوحنا 1:14، والكلمه صار جسدا بحي وحل بيننا. وكان من الواضح
ان نص الانجيل او الاناجيل كلها كانت في ايد القديس يوستينوس، لكن احنا بنبالها ان كان النص موجود في ايده سنه يعني بحد اقصى 150 ميلاديه. كويس. بيشرح عقيده اللوجوس، في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله، فبيشرحها واستخدم تعبير اللوجوس مرات كثير. طبعا النص في اليوناني ان ارشي في البدء ان هولوجوس، في البدء كان الكلمه كاي هولوجوس ان بروستون ثريون الى اخر الايه، وكان الكلمه عند الله الى اخر الايه. فنلاقي بيستخدم تعبير لوجوس عشرات مرات كثيره جدا. كويس. يقول لنا مثلا في دفاع 1:23 يسوع المسيح بمعنى اوضح هو ابنه الوحيد كونه كلمته لوجوس. لو ترجمتها بالانجليزيه اقول هيز لوجوس الكلمه، كما جاء لما جاء في مقدمه انجيل القديس يوحنا بالظبط. في دفاع 1:23 يقول يسوع المسيح بمعنى اوضح هو ابن الله الوحيد. طبعا تعبير القديس يوحنا كونه كلمته لوجوس، كونه كلمته كم زي ما جه في مقدمه القديس يوحنا. في دفاع 1:63 يقول كلمه الله وابنه، وكلمه هنا لوجوس. وفي 2:13 يقول نعبد ونحب الكلمه لوجوس الذي من الله. في 1:5 يقول الكلمة اللي هو لوجوس ذاته الذي اتخذ شكلا وصار بشرا، يعني شرح والكلمة صار جسدا. وفي 2:6 يقول الكلمة الذي كان معه أيضا، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. هذه التعبيرات لوجوس وابن الله الوحيد والذي خلق كل شيء وقامه به وصار بشرا، اتخذ شكلا وصار بشرا، كلها تعبيرات خاصة بالإنجيل القديس يوحنا، مما يدل على الإنجيل كان موجود في إيده. لما يكون هو توفى سنة 150 أكيد كتب قبل كده، لكن نفترض إنه كتب سنة 150، المسافة ما هيش بعيدة. وعشان كده العلماء بيعتبروا ان كتابات القديس يوستينوس وبطبيعه الحال الرساله الى ديجينيسوس اللي قبل منها والكتابات اللي قبل منها والكتابات اللي قبل منها برهان حاسم على ان الانجيل كان منتشر في بدايه القرن الثاني. ولان يوحنا كتب ما بين 90 و95، اذا مسافه قريبه جدا من الانجيل القديس يوحنا ومن تلاميذ القديس يوحنا، واكيد وقت يوستينوس كان فيه بعض تلاميذ القديس يوحنا ما يزالون احياء. تاتيانا اتكلمنا عنه العام في الحلقه اللي فاتت او اللي قبلها مش فاكر، اللي عمل الانجيل الرباعي اللي بدأوا بالانجيل القديس يوحنا، فبيبدا يقول في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكمل وختم كتابه. واشياء اخرى كثيره صنعها يسوع لم ان كتبت واحده فلست اظن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة. الكلام ده سنة 160 وكان تلميذ يوستينوس. تقول لنا مخطوطة لاتينية بعنوان أنتي ماركيون أو ضد ماركيون، أنتي ماركيونيس بمعنى ضد الماركيونيين، في المقدمة الخاصة بالإنجيل القديس يوحنا. هي ضد ماركيون اللي اتكلمت عنه قبل كده. ونشر الانجيل للقديس يوحنا واعطي الكنائس كما كتب ببياس اسقف هيروبوليس تلميذ يوحنا المحبوب في مؤلفه الاخير من مؤلفاته الخمسه، وقد كتب الانجيل بدقه كاملاء يوحنا، املاء على احد تلاميذه يعني. فالوثيقه دي قديمه من القرن الثاني. اما الوثيقه المرثاليه اللي هي من سنه 170 ميلاديه بتقول عن الانجيل القديس يوحنا انه شرح الكتب الخمسه التي الفها بابياس التلميذ المحبوب ليوحنا الرسول. يعني هو كتب خمس كتب في اللوجيا،
خاصة بالإنجيل القديس متى، وكتب معاه حاجات كتير جدا. فبتقول لنا الوثيقة الموريتانية إنه بابياس ده التلميذ المحبوب ليوحنا، إن الإنجيل القديس يوحنا كان قد أكمل تأليفه القديس يوحنا، وأرسل لكنائس آسيا بواسطة يوحنا نفسه إصلاح حياته. يعني يوحنا نفسه إصلاح حياته عمل نسخ من الإنجيل بتاعه أرسلها لكل الكنائس، لأن مش معقولة يبقى يبعتها لكنائس آسيا. فإذا كان حتى بعتها لكنائس آسيا اللي كرز فيها هو بعد القديس بولس، أفسس وبرغاموس ولودوكيا وكرونسوس وغلاطيا وبونتوس إلى آخر هذه الولايات، فإذا كان كتب لكل هذه الولايات من الطبيعي إن ما كانش هو حتى أرسل سوريا ومصر والبلاد التانية، من الطبيعي إن هذه البلاد ترسل نسخ للبلاد الأخرى، أو البلاد الأخرى ترسل أفراد ليحصلوا على نسخ من هذا الإنجيل. فكان الإنجيل منتشر بكثافة عالية. بعد كده الوثيقة نفسها اللي مكتوبة سنة 170 ميلادية تقول لنا إيه؟ الإنجيل الرابع هو بسط يوحنا أحد التلاميذ، إذ عندما توسل إليه زملائه الأساقفة في ذلك قال: صوموا معي 3 أيام ونحن نتفاوض مع بعضنا كل ما يوحى الله به إلينا. في هذه الليلة عيناه أعلن لأندراوس أحد الرسل أن يوحنا عليه أن يكتب كل شيء تحت اسمه، والكل يصدق على ذلك. الوثيقة المرسلية بتقول إن الكنيسة الأولى والشيوخ أو التلاميذ أو الرسل اللي كان من ضمنهم أندراوس، اللي ممكن يكون هو أندراوس أخو بطرس، أو ممكن يكون أحد الرسل باسم أندراوس، لأن الأسماء في العصور دي كانت بتتكرر كتير عند اليهود، فطلبوا منه. فهو برغم روح له روح القدس وبرغم مكانته في الكنيسة قال لهم: طب صلوا، صوموا وصلوا ونشوف ربنا يعمل معانا ايه. في نفس الليلة يقول لنا في الليلة وفي هذه الليلة أعلن لأندراوس، أعلن روح القدس أندراوس أحد الرسل أن يوحنا عليه أن يكتب كل شيء تحت اسمه، والكل يصدق على ذلك. عشان كده يقولوا ايه تعبير إن الكنيسة ونحن نشهد. هذا هو التلميذ الذي كتب حذا وشهد وحذا. بعد كده يأكد ان الكنيسة امنت بان الكاتب هو يوحنا. يكمل بعد كده يقول لنا ايه؟ فان كانت امور كثيرة قد علمت بها الاناجيل الاخرى كلها اعلنت بالروح الواحد فيما يخص ميلاد الرب وألامه وقيامته وحديثه مع التلاميذ، وفيما يخص مجيئه الأول ومجيئه الثاني، الأول باتضاع وتواضع وقد أكمله، والثاني بالمجد والقوة الملكية الذي سيأتي. فأي عجب إذا يوحنا بجراءة وشجاعة يحقق كل نقطة متكلما عن نفسه في رسالته، الذي رأيناه بعيوننا وسمعناه بأذاننا ولمسناه بأيدينا، هذه الأمور نكتبها إليكم. كمل بقى الوثيقة المرسلية لأنه وضع على نفسه أن يكون لا شاهدا فقط بعينيه وبسمعه، بل وكاتبا أيضا بكل عجائب أعمال الرب بترتيب. وبتأكد الوثيقة أن يوحنا كان حريص أن يوهب التلاميذ الاثنى عشر، أو يأكد على دور التلاميذ الاثنى عشر، كان حريص على تأكيد كشهود عيان، وكان حريص على تأكيد دوره كشاهد عيان، وهو نفسه بيقول: الذي عاين والذي عاين شاهد، وشهادته حق، وهو يعلم انه يقول الحق لتؤمنوا انتم. ودور الكنيسه تلاميذ اللي هم تلاميذ يوحنا والاساقف اللي رسمهم ومن تبقى من التلاميذ في الرسل في عصره في الشهاده له الكاتب الانجيل. عشان كده يقولوا ايه؟ هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم. مين نعلم؟ نحن ان شهادته حق. نكمل في الحلقة القادمة ونكون لنا جولة مع العلامة إيريناوس او القديس إيريناوس. القديس إيريناوس ده كان تلميذ القديس يوحنا.
كان تلميذ بوليكاربوس، وبوليكاربوس تلميذ القديس يوحنا. فناخد معاه جولة عن تدوين الإنجيل القديس يوحنا، لدرجة أن أحد العلماء كتب كتاب كامل، مش كبير بس كان رسالة ماجستير أو دكتوراه، نقل فيها كل ما سبق أن كتبه العلامة إيريناوس عن يوحنا والإنجيل القديس يوحنا. وبرغم أن عندي طبعا في مجموعة النيسين وكل كتابات إيريناوس، إلا أن كان هذا الكتاب مفيد جدا جدا بالنسبة لي. نكمل في الحلقة القادمة في بقية شهادات. المرحلة الجاية هتكون عن ما كتبه إيريناوس بالتفصيل. والآن محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد، ما كتبه القديس إيريناوس عن الإنجيل القديس يوحنا وعن يوحنا. والآن محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد، شركة موهبة وعطية الروح القدس، فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم، تصبحوا على خير، تصبحوا على نور المسيح.